تايلاند والمان سيتي وكذلك نادي إيفرتون بالإضافة طبعا إلى بطولة عام 2007. وهنا نرى ماذا يقول محمد صلاح. Today was a good game, you know. It was also a good start for us. In the last first three games, I think we won it. So I think it's a good start for us, and we have to concentrate in the next few games. From the team perspective, what's the most pleasing aspect tonight? I think we play a good football. That's the most important thing for us. You know, the mister said we have to play. The boss said we have to play football. So we try to enjoy the game, and we do what we want. And two goals for yourself already in pre-season. Is this the sign of things to come? Yeah, still friendly games, but you know it's important for me to have a good start with the team. I think we are doing well together. So I wish we have a good year this year. You're enjoying being part of this group? Yeah, of course. Well done tonight. محمد سجل الهدف الأول لفريق ليفربول وكان هدف التعادل الهدف الثاني له، وكما ذكرت مع نادي ليفربول في مباراته الثانية بعدما سجل أمام نادي ويغن اللاعب ليظهر حقة الكثير. طبعا هي المباراة الثالثة لأنه كان قد لعب في المباراة الماضية عندما لعب ليفربول أمام نادي كريستال بالاس، وكان قد لعب في مباراة ويغن، والآن هذه المباراة كانت الثالثة، ولكن الهدف الثاني اللي سجل محمد صلاح بعد تفاهم وانسجام كبيرين مع كوتينيو. إذا هذه الكاسة يا أحباب الكرام الثامنة والتي ستذهب لأول مرة لنادي ليفربول، فريق اللي وكما ذكرت طبعا كان وصيفا في عام 2007. جماهير تحضر هنا في أبو درجات هذا الملعب، بينما ليفربول التي تنتظر والذي تنتظر عديد المباريات الودية وكما ذكرت أمام إرتا برلين، أمام نادي بايرن ميونخ في بطولة كاس يودي، أمام نادي أتلتيك بلباو قبل أن يبدأ بطولة الدوري في 12 من شهر أغسطس في مباراة الأولى في ملعب واتفورد أمام نادي واتفورد. لاعب ليفربول ابن الغياب كذلك اللاعب ساديو ماني، لاعب اللي سيلتحق قريبا بنادي ليفربول بعد عملية جراحية على مستوى الركبة. ولكن أيضا ليفربول وجماهيره تنتظر أسماء جديدة تلتحق بالفريق، انتدابات جديدة، وكما ذكرت الحديث الأكثر حول فان دايك لاعب نادي ساوثامبتون، وكذلك الأمر بالنسبة لكيتا لاعب نادي لايبزيغ. الفريق الألماني يورغن كلوب يتمنى تكون العودة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا تلبي طموحات جماهير ليفربول، فريق العريق بعراقة هذا الفريق وبعراقة أنجادي هذا الفريق. لأن التكريم سيحدث أيها الأحبة الكرام لنادي ليفربول حائز على هذه البطولة في نسختها الثامنة. مدرب يتقدم ولاعب الفريق اللي فازوا على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، وهنا التحية أكيد لهذه الجماهير من لاعبي نادي ليفربول. لأن تحدث عن نسخ السابقة لهذه البطولة 2003 تشيلسي، بولتون 2005، بورتسموث 2007، البطولة التي كانت في هونغ كونغ، كذلك في عام 2009 في بكين في الصين توتنهام كان قد توج بطلا، في عام 2011 في هونغ كونغ تشيلسي كان قد توج بطلا للمرة الثانية في هذه البطولة، المان سيتي في هونغ كونغ كذلك في عام 2013، بينما في سنغافورة في عام 2005 الأرسنال كان قد توج في تلك البطولة. والآن حان الوقت ليفربول يتوج بطلا في هذه البطولة هنا في هونغ كونغ في عام 2017. مباراة في الشوط الأول تحديدا كانت جميلة، مباراة في الشوط الأول كانت رائعة، تفوق خلال ليفربول بعدما تأخر في النتيجة، شهد ثلاث أهداف كل هدف أجمل من الثاني. عندما نتحدث عن ثنائي عربي سجل في هذا اللقاء الجزائري إسلام سليماني وكذلك المصري محمد صلاح، وصولا بعد ذلك الهدف الثالث لما سجل البرازيلي كوتينيو، الهدف الثاني لنادي ليفربول بطريقته الاعتيادية بأهدافه دائما الجميلة. لاعب اللي امتدح كثيرا يورغن كلوب، وكيف سيفرط كلوب ونادي ليفربول بكوتينيو؟ أكيد لن يفرط بهذه الموهبة، لن يفرط بهذا اللاعب عندما نتحدث عن لاعب بحجم كوتينيو. عموما نشاهد لحظات التكريم والتتويج لنادي ليفربول في هذه الرحلة في هذه البطولة في هذه الكاس، كاس الدوري الإنجليزي في آسيا نسختي الثامنة. ليفربول كان حاضرا بفوزه على حساب كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف مقابل شيء في المباراة الأولى، تلك المباراة اللي سجل فيها لاعب سولانكي هدف، وكذلك أوريجي كان قد سجل هدف في تلك
المباراة. بينما هنا يا حب الكرام متابعينا في كل مكان، هكذا سيرفع قائد نادي ليفربول كاس هذه البطولة في نسختها الثامنة في هذا العام في عام 2017. هندرسون إذن يرفع كاس هذه البطولة، بطولة وكاس الدوري الإنجليزي في آسيا، مع طبعا أصوات الجماهير وفرحة الجماهير وسعادة الجماهير الحاضرة في مدرجات هذا الملعب. إذا المباراة انتهت، البطولة انتهت، أرجو أنكم استمتعتم أيها الأحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، على أمل أن ألتقي بكم في لقاءات قادمة. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.